طبعا عندي فيها 50 سنة، جدي كل شفت فيها الدار ذيك. خلعوها وطبعت من تحتنا والترافيك وش كنا نعفي عليها. دي المنطقة البلدي خرجوني. ما عطوتني هبوط، غرتوا بي رجل مريض، قلت راجلي مسبول انتم طايحوا في الدار. هزيت عيني ليك. تحدى انت تسكن في الملاسين، جينا هوني وقالوا لنا انت كاريه، اما مش كاريه على خاطر ما عندكش دار، اما على خاطر خلينا نقولوا فكلك دارك وتحايلوا عليك. احكينا الحكايه. ده طبعا عندي فيها 50 سنة، جدي كل شفت فيها الدار هذيك، ملاحشك كلها موت، صابش الشتي طاحت، خرجتني البلديه ما خرجتش زاد من راسي وحدي. عمتي ايش صابك الشتي؟ 3 سنين التالي. 2020 هكاك. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يهلك. الدبش كوي بقى فيها معناتها المرج ده في بيلها وكل يعني والمنطقه يعني كل في بيل. خرجت مع دخل الدبش كل شيء فيها والدنيا كلها فيه. وقت اللي طاحت يعني جو خرجونا. بقى كل شيء غادي. مشينا عملنا احنا بلوكيس الباب البراني بلوكيس ساعه اساس سكرناه. خلعوها وطبعت من تحتنا والترافيك وش كنا نعفي عليها. واحد يقول تشريت باعت، واحد يقول كيف طيحوها ودبش تكون مغارفه ما جبتهاش. وتكون مغارفة ما جبتهاش، ما خلوا لي شيء. تعرفي هي والله مريضة على دبشي، الكلاس مطوي منه منه مطوي دبش هواو، ما مسيت منه ما مسيت حتى شيء. قلت هذوما جيراني نهاري نجيبهم ولاد الحليل، ها جابوهم لي نهاري. والله ما جبت حتى مغارفة من غادي لا جبت. صوري انت عبد جا معنا باش بارك عليه دار، خرجوا الكل ومشي على روحه بتلف تلفس بنتي وبيتها تلفز بيت نوميانا. وراق مع حسنهم طاح حتى وراق ولا طلع في البلدية يعني يولي عونه في كل شيء يعني حاجة طاحت وماء وديني معبي كل بالماء وديني الدار معبي بالماء. خرجت باش مكبرش على البلد. انت خرجت معناها كان كهربا وقتها باش الدار مازيش البلدي ما خرجش من راسي المنطقة البلدي خرجوني. الناس كلهم مصوروا الناس كل في بالها عساس معناتها سكريك وبك فوتك بالحديث على اساس كراني المعتمد ثلاثة خالص على 3 شهور وقال لي ما عندك الكاري لا بس خالص يبي الكري. هو المعتمد الاولاني فاللي مشى للحبس. المعتمد مشى للحبس ماهوش موجود هو ماهوش طاف الحبس وما فما معتمد اخر جديد. اما اللي غار بيا وخرجني هو اللي غار بيا هو اللي خرجني. في بالك باش يعاونوك من الاول يا اخي تلقى روحك متحايل شكل لي ويقدوا لي الدار. في الاخر خرج بيه، في الاخر خرج قالوا في الحبس او مشى للحبس. وانا باش تمشي وانا مشيت ضعت وهكا الدوله ضعت عليه لا اعطوني حتى شيء لا هبوط لا طلوع لا سكن. قلت له حتى بيت ما يسالش سكن فيها حتى بيت حتى بيت ما يسالش ما بيت ما ندفعش 200 الف تاع الكارني دم وسكر. معناتها شوفي يعني الفشفاشه الغبرة والفشفاشه الزرق فشفاشه الخضراء وعندي دواء ياخد نشربه في الليل حتى كل نوريهولك. هذاك نشرب فيه كي نجي نرقد باش ما نتسكرش عليه نفس وباش باش ما نحبش نوصل ولادي المشاكل ولا يحبسيت ولادي كاش خفت. تاني ما ضيعش ما ضيعش دار نحط فيها حتى قيتو وراجلي حاشك ما يشوفش ما يعني هزوه مسكين نحطوه بالكوش. كسيت برضه ضحشك هو عنده جلطات تعبت عينيه بالماء تعبت عينيه بالماء قالك ما لزموش العملية. انا عملت ركبت العدسة وهو قالك ما لزموش خاطرك باش نحطه تحت الوحدة راهو مفعل البلاصة. قاعد مسكين عامين ما يشوفش وعامين بالكوش. حول قتلة بالله ولا مريض صدقيني مريض مريض انا كيفاش لعبتي كيفاش دبشي تو تفكر في مرامتي. شكون اللي تحايل عليك خذي لك دارك؟ ما تعرفوش شكون؟ هذه مش مرت الدار هي تجي خالتها هي تجي خالتها هكا هو تجي خالتها معناتها الاولى قالت ما عنديش حق حتى باش تبيع وتخرج حتى حاجه شيء. وكمشون البلديه قالك راهي البيعه باطله خاطر وقت تلقي هما ماشي يعملوا كاتب ويبيع مثلا بقداش تشريت وبقداش تبيعت هذا قالك حس قالوا بقداش وش حطوا بقداش تبيعت قالوا لي تعارك الشراء واللي هي تعاركوا في بعض ما تروحوا خارجوا فهمتي تو يعني ترافيك والمعتمد في بال المعتمد هو معاه ما عنده يد فيه
اما هاك دعايه دموعي هاكو في الحبس. تعرف شو السبب اللي خلاه يتشد؟ متحايل. نفس الموضوع معناها. اكل يبعث من برا كم نقول لك القليل لك مثلا كيفين هكا ولا هيك. تحايل على الفلوس معناتها كم نقول بلاصه هذه. شكون هو على اساس باش يلم الاعانات و تحايل كله تحايل. هزوه على الكرسي. لان قلت له انا خارج. قلت له ما غيرت بخرجت من داري. وانا خاطر راجلي وانا ريتي ما كانش مش كمان في حكايه نحط قلت له نقعد. ما كان مريض. هذاك اللي يهزوا فيه يحطوا فيه هذاك الكوش ومش حطيه حط كي مات موت هاو مات اخرى في دار باش يموت باش يموت في الشارع ما جاني جا كان وقت ليلة باش يموت هو مشوا طايحوا الدار في الميت نتاع المنصف مشوا طايحوا الدار جوني تو كي راجلي مسبول وانا مش نحرك على الدار استغلوا الفرصه صحيت استغلوا الفرصه عندك فما حد حكى استغلوا الفرصه لقوني انا ذكريه قديمه 50 اولادي كل فيها كاكرتي ولدي بوليت كاكرتي بنتي بوليت ولدي الاخر هو خاطب وين هاي 5 سنين بنت حليل هاي معانا العرس لفه ما حد شيء باش ب 200 الف تاع المدرسه في مدام الكراه بالكونترات زاد ب 200 الف هارب علو صوت ب 200 الف ومصابت عدو هالي الحكايه كل 200 الف نتاع الكارني قاعده تخلص بهم في الكري الدوي نتاعك في عامله فيه 25 الف وحباب رب لا حباب رب مش نكذب حباب رب حبيب ربي الله يرحم والديهم كما هاو هاو تبارح ها جابوا لي شافونا على الحصيره وجريري ها جابوا لي جابوا لي هذاك وجابوا لي هذي الحق جابوا لي ها باش ربي يحنن باش ما تحاسبنيش باش نخش بر وحدي هاي خرجت من الدار جابوا لي هذه هي اللي خرجت من الدار هذه جابوا لي ولاد الحومه ولاد الحومه قد سعود جابوا لي هذه وجابوا لي التلفزه لا تلفزت بنتي لا قلاصها لا تبش لا قلاصها بيت نوم معمر تصور انت بيت نوم معمره بيت نوم عمرها ربي حاني وصل نحب توصلوا خلي تفرجوا فيه الحمطة وقول لكم اي ولا دبشي يا خايتي راهي مرام تستعفي الروح للروح راجل كان يخدم في سوق الحصر تستعفي الحاجه المام ويجيب الحاجه المام ويجيب والله دبشي تو نبدا ساعتك يا نبدا ما عرفش اما ما نحبش نوصل ولادي غضتني حتى مساش حتى بيت مساش اعطيني حتى بيت مساش مساش هي حتى حاجه صغيره الواحد تعز عليه ملكه ما عطوتني هبوط غرتو بي راجل مريض قلت راجلي مسبول انتم طايحوا في الدار مش باش نشكي نشكي بها من الحاسب يا رب هزيت عيني ليك شكيت للحاكم حاولت في 3 سنين هذوما في بير محامي شعبي محامي مين باكل 200 الف نعطيهم موت الدار ولا ونعطيهم ما وضو ما وضو يقول لي شكون باش نمد شكون حتى ذريك تشوف بطال يمشوا بعث ولادي للحبس يسرقوا ويخطفوا يطلب بك ربي ها شنو ها ولادي الكل يعرفوا دار حط الخدام حتى الخدام هذا حط هذا حط فيه روحه فيه هذا ولد خالته وهذا ولد اخته وهذا حط مشينا للمعتمد مشينا للمعتمد مشينا للمعتمد انا بعلو صوت مشينا وليداتي مشوا في تو في ماني 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 وانت تفهم ماني شنو معناتها فهمش صار حتى انا قلت لهم حطوني المساج حتى في البلاصه نخطف هاني مريضة مساش هكايا حطوا يهزوا حطوا حايد يخدم حايد يخدم مساش هو خلص الكريم وحنا شوية هكا شوية مع بعض حتى حد من وليدك ما يخدم حتى حد هذيك هي المسكينة هذيك بركة اللي تخدم في سطورة أما المعتمد هو اللي كان سبب خرجني من داري والمنطقة المنطقة ولدي زعما مات في المنطقة زعما حرق روحه ولدي اللي مشو هنا زعما حرق روحه غادي على الدعاء مشكلة الدار قالوا كيفاش تخرب بابا مريض هم واحد دارنا هكا طايح وهم يلعبوا لعبين على الدار قال ما هم يشربوا في الفيلي غورت ولدي غادي وفي بالهم في بالهم كل شيء نبكي 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 قلت ما ركبت عز العدسة ولا نبكي تحت ونقول ما ولا نحس في حاجه مضب اش نحكي لك بلايتي اش نقول لك نحس بالله ونعم الوكيل كل ما خذا لي حوج حوجاتي كل مشو قلت لهم بيت مسيالش ما كي تحبيه اعطوني حتى الشطر مسيالش نحط فيه بيت نقول تلم فيه حتى على موت على الحياة هاي بيها كنا انا قعدت في هذا الغدوي طايح ومش نسب له ذاك في الناش وانتم خرجتوني انتم انتم اللي خرجتوني من هالدار انتم جيتوا على المعتمد وكلكم انت خرجتني كيفاش تلعب اللعب انت ثاني عندك يد فيه انت نتصور خذت فلوس فيها كيما هكاي ما جيت مع بعض ما انت خرجتني انا ما هزوك